شكرا لمنصة التنوير، شكرا لكل جمهورك ومحبينك وكل الجمهور السوداني اللي كمان رد لنا، يعني احنا حبينا نبث رسالة أمل وهو رد لنا تقدير كبير جدا، وكانت تفاعلاتهم فوق مستوى الخيال. أنا برجع وبقول دي واحدة من أهم، يعني أهم اللحظات. بإذن الله حنعمل حاجات، لكن هي إلى الآن هي أهم لحظة في مشواري، لكن الجاي إن شاء الله أحسن مرة تانية وثالثة ورابعة. يا رب يا رب ببركة هذا الشهر الكريم إنه إن شاء الله الحاجة دي تنتهي وترجع السودان وترجع أيامنا الحلوة ونرجع أحسن من الأول، وحنبني اللي تكسر كله ونعلم بالحب الأجيال الوطن العايشين في ظله. محال حنسيبه يضيع، ده محال محال. إحنا ما بنحزو إلا حزو العمالقة اللي سبقونا. ولا أنسى مرة تانية أقول أستاذنا عبد الكريم اللي لحن وكتب وغنى في يوم واحد، طبعاً في فرق في السرعات، يعني في يوم واحد غنى ولحن وكتب: مصر وكل الرؤوس تدور، مصر وفي الحدقات نسور، مصر ونار تذيب ونور، مصر وحيث تضيء القبور بكل كريم بكل جسور، إذا ما غزا الجيش تحت السطور غزونا نهارا وكان العبور. احنا بنتعلم منهم الكثير يا سعد، ونتمنى نواصل مسيرتهم وان شاء الله باذن الله يعني نقدر نعمل حاجه ان شاء الله باذن الله.